حديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فقوله فلان وفلانا مع الرواية الأخرى في بيان أسماء هؤلاء يجوز أن يذكر في الصلاة أسماء أشخاص إما بالدعاء لهم وإما بالدعاء عليهم. والدليل هذا الحديث، فإن هذا الإنكار من الله عز وجل إنما هو للعن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وليس لذكر هذه الأسماء. ولذا يجوز أن تقول اللهم اغفر لوالد فلان أو لأخي فلان أو لشيخ فلان وأنت في الصلاة، فهذا جائز.